انتقل هاتفيا الآن إلى الأستاذ محمد الشفعي، الكاتب الصحفي وعضو اتحاد المؤرخين. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ شادي. يعني عايز أبدأ من عضو اتحاد المؤرخين. طبعا إذا نظرنا إلى تاريخ هذه الجماعة الإرهابية منذ إنشائها في مصر وحتى الآن، التاريخ مليء بالأكاذيب، التاريخ مليء بالشائعات والتدليس، التاريخ مليء أيضا بالقتل. ما رأيك فيما تفعله هذه الجماعة الآن من بث كل هذه الأكاذيب والشائعات عبر إعلامها المغرض؟ شوف، جماعة نشأت في البداية من خلال جهاز المخابرات المحتل الإنجليزي، ولضرب فكرة الوطنية المصرية. وبتعرف بعد ثورة 19 كان في حالة من حالات الزخم الوطني لطرد المحتل الإنجليزي من مصر، ولم يجد الإنجليز إلا أنه يلعبوا على وتر الدين، فأنشأوا جماعة الإخوان لتصبح الشوكة في ظهر الوطنية المصرية. جماعة الإخوان جماعة لا تؤمن بفكرة الوطنية، وزي ما قلت أنا من سنوات طويلة جدا أنه هؤلاء يتعاملون مع الوطن على أنه شقة إيجار جديد. المسألة مش فكرة الوطن، حتى أنه المنطلق الديني والفكر الديني لو رجعوا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدوا أن الوطن شيء عظيم وأساسي وحقيقي في الشريعة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج من مكة، خارج مهاجر ومضطر إلى هذه الهجرة، قال بص المكة وقال لها والله لأنك أحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرج. أهلها دول كانوا عبدة أصنام وكفرة، فهو كان يريد أن يعيش في وطنه وسط عبدة الأصنام والكفرة دول على أن يهاجر خارج الوطن. فالوطن فكرة حتى من الدين، لكن دول لا ينظرون حتى إلى الدين، هم ينظرون إلى المصلحة، فأخذوا من الدين أو من خارج الدين فكرة الخلافة. الخلافة ليست فكرة إسلامية على الإطلاق. وطبعا كتاب الشيخ علي عبد الرابي الإسلام وأصول الحكم، اللي عمل هزة عظيمة جدا في مصر سنة 1925، لما أثبت بالدليل القطعي أن الخلافة ليست من أساسيات الدين الإسلامي، وأنها نظام للحكم، فالمسلمون يختارون النظام الحكم الذي يريدونه. فجاءت جماعة الإخوان وتتحدث عن الخلافة، وأنه المسلم الماليزي أو الأندونيسي هو أقرب للمصريين من المسيح المسلم المصري، ولذلك يقبلون بحاكم ماليزي أو حاكم أندونيسي مسلم، ولا يقبلون بحاكم أو وزير ينتمي إلى المسيحية وهو مصري. فهذه كلها خزعبلات الحقيقة لا تنتمي إلى الإسلام بأي شكل من الأشكال. هي الإخوان فكرة سياسية للسيطرة على الحكم. الإخوان دعنا أيضا أستاذ شادي نقول إنه هؤلاء الناس لديهم من الأساليب والآليات التي جعلتهم يتواجدون الآن في أكثر من 50 دولة في العالم، ويتواجدون جعلتهم الآن مثلا يجلسون على سدة الحكم في دولة كبيرة زي تركيا. فخطرهم يجب ألا نهون من الخطر، ولا يجب ألا نهون ولكن نعول كل التعويل على الشعب المصري الذي لا تنطلي عليه كل هذه الأكاذيب والشائعات. فكرة الإعلام بقى، أنا بالحقيقة بالصدفة البحتة من سنة في أغسطس 2018 كتبت مقال في مجلة المصور بعنوان إعلام الإخوان إراد حقائق وفدادين أكاذيب. خدت بال حضرتك؟ هي القضية انه قد ينطلق من معلومة او معلمة حاجة صغيرة جدا ثم يبني عليها الكثير من الاوهام. انت مطلوب منك ان يبقى عندك بقى الاعلام الراسخ القوي الذي يستند الى حقائق ووثائق. واعيد حضرتك يا استاذ شادي، وانت طبعا يعني بالتاكيد لم يعني لا تذكر هذا لانه حدثت سنك، يعني انه في الستينات كانت مصر تتعرض لشائعات ربما أكثر من الآن. وكان الأستاذ أحمد سعيد في إذاعة صوت العرب يقدم برنامجا لمدة نصف ساعة فقط اسمه أكاذيب تكشفها حقائق. بالمستندات وبالوثائق كان يرد على الأكاذيب والإشاعات التي تصدر عن أمريكا وعن إنجلترا وعن فرنسا وعن الكيان الصهيوني وعن الإخوان وعن بعض الدول العربية في ذلك الوقت، وبالوثائق وبالمستندات. المسألة مش محتاجة الحماسة في الرد، محتاج ان انا يبقى عندي في ردودي على الاخوان
محتاج معلومة، محتاج وثيقة، محتاج مستند لكي يعني أضحض وأقتل هذه الفتنة في مهدها. إنه هذه هذا الإعلام اللي إحنا طبعا شفنا مثلا في الفيديوهات اللي زعوها يوم الجمعة، فيديوهات في 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 بتاعت يناير في الناس دفن شتوي، فده على طول أنت لو جبت ده وصدرته لهذا المشهد للناس أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء الناس يكذبون، وطالما أنهم يكذبون في كل الذي سيذكرونه بعد ذلك سيكون كذبا في كذب. فهي القضية أن أنت هو نحن بنذيع كل الحقائق يعني على أستاذ محمد، وهي موجودة أيضا الآن معنا على الشاشة وموجودة كل يوم، يعني الشوارع موجودة على شاشة الإعلام المصري في كل أوقاتها. ده مهم كمان يا أستاذ شادي، أنه كمان أنت يجب أن يكون هناك من يستطيع تفنيد، أخذت بال حضرتك، وتحليل هذه الافتراءات وتقدمها بأسلوب علمي سلس مليء زي ما قلت لحضرتك بالوثائق والمستندات التي تجعل المشاهد يقتنع عقليا. فأنت محتاج مساحات من المهنية ومساحات من الكفاءة في التخاطب مع الشارع، وإنك تقدم للمواطن المصري والمواطن العربي بشكل عام المعلومة الموثقة حتى لا نفقد هذا المواطن. احنا يجب ان نعترف ان عندنا بعض الخلل في بعض وسائل الاعلام، وده علاجه سهل جدا 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 بان احنا المهنيين موجودين، الكفاءات موجودة، المتحدثون والمحللون في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، الوطنيون الذين يتسمون بالوطنية وبالكفاءة موجودون ايضا ويستطيعون تحت كل هذه الاكاذيب. طيب أستاذ محمد، يعني لما نيجي نتكلم عن وعي الشعب المصري نفسه، يعني عندما تبث هذه القنوات المغرضة كل هذه الأكاذيب والشائعات تلاقي يعني واحد بيسأل وهو المصدر إيه؟ يعني السؤال ده بقى جديد، ولما ما يصدقش المصدر أو المصدر مش بيتمتع بمصداقية عنده مش بيصدق الشائعة أو الأكذوبة. خلي بالك يا أستاذ شادي إنه الإخوان لا يهدفون الآن إلى العودة إلى الحكم في مصر، لأنهم يعلمون أن 99.9% من المصريين لن يقبلوا بوجودهم في الحكم. إنه المصريون عندما خرجوا في 30 يونيو 2013 خرجوا استنقاذا لهويتهم. المصريون منذ فجر التاريخ وحتى الآن وسطي الدين والدنيا. عندما جاء الإخوان حاولوا تغيير جينات الهوية المصرية. الهوية المصرية مبنية على التنوع. انت عندك الفرعوني وعندك القبطي وعندك الروماني وعندك الاغريقي وعندك الاسلامي وعندك العربي. عندما جاء الاخوان حاولوا تغليب عنصر من عناصر الهوية على بقية العناصر، فاستشعر المصريون ألما شديدا في يهدد هويتهم، فخرجوا بالملايين استنقاذا لهذه الهوية. الاخوان لديهم بالتأكيد يقين انهم لن يعودوا الى حكم مصر، ان المصريين لن يقبلوا بهم. يبقى دورهم ايه؟ ان يثير الكثير من الأكاذيب والكثير من الشائعات لإحداث بلبلة داخل المجتمع المصري. وعشان كده أنا قلت في كتير من كتاباتي إن احنا محتاجين نرجع لما يسمى فقه الأولويات، إنه أنا لابد إن أنا أشوف المواطن، اهتمامات المواطن إيه، وده مش عيب الحقيقة، إن أنا ألبي احتياجات المواطن وطلبات المواطن بحيث إن أنا أعمل له نوع من المناعة. والشات أنا عايز أعمل مناعة وطنية لدى المواطن المصري بحيث يصبح قويا ومقاوما وقادرا على الرد والصد لكل هذه الأكاذيب مهما كانت هذه الأكاذيب كثرتها أو قوتها. لكن أنا أزعم أن الإخوان لديهم حالة من حالات اليأس الشديد جدا أنهم لن يعودوا أبدا، لن يسمح لهم المصريون لن يسمحوا أبدا بعودة الإخوان إلى سدة الحكم. ولكن علينا أن نسد أمام كافة الثغرات التي قد ينفذون منها في أن نقدم للمواطن المصري، كل المواطن المصري 100 مليون مصري، نقدم لهم ما يريدونه من هذه الدولة المصرية، وهي دولة قادرة على احتضان كافة أبنائها بكافة يعني مشاريعها. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الشافعي الكاتب الصحفي وعضو اتحاد المؤرخين.